في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد إبراهيم. أولا أبناؤه عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة، احفظوا، أبناؤه كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعض النساء ومنهم عائشة، النبي كان يتحدث عن خديجة، كان يتحدث عنها ويذكر صفات النبل فيها، يذكر خديجة وخديجة وخديجة وخديجة. قالت عائشة، وهذه من الغيرة، قالت عائشة: والله ما غرت على النساء كغيرة من خديجة. هي تقول، هي تشهد. وبعدين قالت له: والله خديجة 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 عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، هذه خديجة تاعك 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 تاعك. وكان يكثر من ذكرها، حفظوا، يكثر من ذكرها ويكثر من الثناء عليها، حتى قالت: عجوز قد أبدلك الله خير منها. قال: لا يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ منعني الناس، وكان لي منها الولد دون غيرها من النساء أو دون سائر النساء. فأبو القاسم، القاسم الذي كان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، القاسم هو ولد خديجة، وكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. الصحابة كان الرجل يقول: يا أبا القاسم رسول الله. فالقاسم ابنه، ورقية وزينب وكلثوم وفاطمة وعبد الله، وبعضهم قال الطيب والطاهر، وبعضهم قال الطيب والطاهر هو عبد الله. هؤلاء كلهم أبناء خديجة إلا إبراهيم، فهو من ماريا القبطية.